يقولن في هذه الرسالة: طالما تردد علينا الأزواج من الشباب الملتزم، والدي يشكو من مرض نفسي، هل للقاضي في هذه الحالة يا فضيلة الشيخ أن يقوم بعقد الزواج لنا؟ نرجو بهذا التوجيه. نعم، إذا منع الولي من تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقارب العصبة الأولى فالأولى. فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب، لأن كل واحد من هؤلاء يقول أنا في عافية لن أتقدم على أبيها مثلا، إن أبوا فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي ويزوج المرأة الحاكم الشرعي، ويجب على الحاكم الشرعي إذا وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا من تزويجها وكان الخاطب كفءا في دينه وخلقه، يجب عليه أن يزوجها لأن له ولاية عامة، فإذا لم تحصل الولاية الخاصة فإنه لابد أن يزوج بالولاية العامة. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه يكون بذلك فاسقا وتسقط عدالته وولايته، بل إنه المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته، فلا يصح أن يكون إماما في صلاة الجماعة في المسلمين. وهذا أمر خطير وواقع من بعض الناس كما أشرنا إليه آنفا بكونه يرد الخطاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهم وهم أكفاء. ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج، وهذا أمر واقع، ولكن يجب عليها أي على البنت أن تقارن بين المصالح والمفاسد، أيما أشد مفسدة، أن تبقى بدون زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وعلى هواه، فإذا كبرت وبرد طلبها للنكاح ذهب زوجها، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها. لا شك أن الثاني أولى، أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها تتقدم بحق لها، ولأن في تقدمها إلى القاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها أيضا، فإن غيرها يقدم كما أقدمت، ولأن في تقدمها إلى القاضي ردع لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهم بمنعهن من تزويج الأكفاء. ففي ذلك إذن ثلاث مصالح: مصلحة للمرأة حتى لا تبقى أرملة، مصلحة لغيرها تفتح الباب لنساء ينتظرن من يتقدم للقاضي ليتقدم، ثالث منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو في من ولاه اللهن عليهم في من ولاهم الله عليهم من النساء على مزاجهم وعلى ما يريدون. وفيه أيضا من المصلحة إقامة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وفيه أيضا مصلحة خامسة وهي قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخلق.